البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. أهلا بكم في ملف اليوم، معي أنا ماجد الفارسي. هل تقف ميليشيا الحوثي على أعتاب زمن المجاعة المالية؟ ما يحدث حاليا في اليمن هي قرارات حكومية تمضي في طريق شرعنة العمليات المالية التي تتم في مناطق سيطرة الحوثيين وإدخالها في النظام المصرفي الرسمي للدولة اليمنية، وأن تصبح تحت نظر الحكومة الشرعية، وأن تتفهم الحكومة مسارات الأموال الواردة والصادرة من تلك المناطق، وذلك من أجل قطع الطريق على عمليات تهريب الأموال أو تزويرها أو استخدامها في أنشطة مشبوهة. فما هي تفاصيل عملية تجفيف منابع تمويل ميليشيا الحوثي في اليمن؟ إذن نبدأ القصة من أحدث فصل لها، وهو أن جمعية الاتصالات المالية العالمية المعروفة بالنظام سويفت وجهت انذارا لبنوك مدينة صنعاء، والتي رفضت الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بقطع شبكة التحويلات المالية خلال أسبوع، استجابة لطلب البنك المعترف به دوليا، وفق ما أكدت مصادر، التي أكدت أيضا أن سويفت أخطرت البنوك التي تم إلغاء تراخيصها من قبل البنك المركزي اليمني بخطاب خاص لكل بنك على حدة. لكن ما هي تعليمات البنك المركزي اليمني؟ هذه التعليمات تقول أن على كل البنوك العاملة في اليمن نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وأعطى لهم مهلة للانتهاء من عملية النقل. واتخذ البنك قرارا بإلغاء تراخيص البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في ظل عدم استجابتها لقرار النقل. أيضا حذر الداخل والخارج من التعاطي مع أي مراسلات صادرة من صنعاء. المزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، طبعا تأثيرات كبيرة لهذا القرار ليس فقط على صنعاء ولكن على كل اليمن. لماذا هذا القرار في هذا التوقيت، وما أبرز تأثيراته المتوقعة؟ نعم ماجد، إذن هذا القرار حسب مراقبون يعدونه بأنه القرار الأبرز خلال 10 سنوات من الحرب، لأن الحرب الاقتصادية أثبتت على مدار هذه السنين أنها أكثر تأثيرا من الحرب المباشرة مع الحوثيين، وذلك بعد تصعيد الحكومة اليمنية والبنك المركزي بنقل مراكز البنوك الرئيسية وكذلك أيضا مراكز الاتصالات وشركات الهاتف النقال إلى العاصمة عدن لإبعادها ومن سيطرة وتحكم جماعة الحوثيين، وأيضا الهيمنة والسيطرة على أموالها في تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وكذلك أيضا حماية للقطاع المصرفي. وقال أيضا محافظ البنك المركزي عبر هذه القرارات التي يصدرها بشكل مستمر أنهم ماضون في هذه القرارات الحازمة لمحاولة تجفيف ينابيع المال الحوثي أو الحوالات حتى الخارجية التي تصل إلى البنوك التي تتواجد في صنعاء عبر الحوالات الخارجية، وبالتالي تحولها مباشرة إلى المناطق الشرعية والتي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. ويوم أمس تحدثت المنظمة أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بإنذار وإخطار عدد من الشركات التي تم إعلانها وسحب التراخيص منها من قبل البنك المركزي بعد نفاد 30 يوما، وهي المحلة المحددة للانتقال من صنعاء إلى عدن، وبعد رفضها تم إخطارها بأنه سيتم إيقافها تماما، وبالتالي تصبح معزولة وتصبح بنوك كما لو أنها شركات صرافة محلية قد تتأثر اقتصاديا وقد أيضا تؤدي إلى مجاعة، كما قالت أيضا منظمة الأمم المتحدة أن بعض المناطق. ياسين، كيف سيؤثر هذا القرار على يعني صنعاء، على هذه المناطق التي يسكنها الملايين
يعني هل هناك توقعات لتأثيرات حقيقية؟ ماذا عن تحويل الأموال المتبادل سواء من صنعاء إلى الخارج أو العكس بالنسبة لشركات الصرافة؟ ماجد، بالنسبة للتأثيرات هنالك تأثيرات كبيرة سوف تطال القطاع الخاص والقطاع العام، وأيضا سوف تنظم المصادر المالية لدى جماعة الحوثيين، وهو ما دفع جماعة الحوثيين مباشرة وقياداتها وأيضا زعيمها عبد الملك الحوثي إلى تهديد المملكة العربية السعودية بأنه سوف ينهي الهدنة وسوف يقوم بمهاجمة المرافق الحيوية من بنوك ومراكز نفطية و كذلك مطارات، وقال أن هذه الخطوط الحمراء سيمكن تجاوزها في الأيام القادمة. أما التأثيرات الإنسانية، هناك 20 مليون بحاجة إلى مساعدات حسب تقارير دولية، وهنالك أيضا تضخم بأعداد الفقر والبطالة حيث ارتفعت إلى 65% في المناطق عامة في اليمن سواء في الجنوب أو في الشمال، وتحديدا مناطق الحوثيين هي الأكثر ازدحاما. وإذا ما عادت أيضا المعارك وتم إغفال ميناء الحديدة وميناء الصليف، ستكون هنالك مجاعة حقيقية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وسوف يتم إفقاد الحوثيين كل المراكز القوة المالية التي كانت تستند عليها. وتتهم أيضا الحكومة اليمنية بأن جماعة الحوثيين تخصص القدرات المالية لهذه الشركات ولهذه المؤسسات والبنوك في المجهود الحربي، وهو ما يفاقم ويضاعف حالة عدم تسليم الرواتب لليمنيين منذ سنوات عديدة، وهنالك صعوبة في الوصول إلى الغذاء في ظل هذه الأوضاع وخلال الحرب التي تستمر في عامها العاشر، وكذلك أيضا الهجمات البحرية فاقمت من نسبة الوصول، حيث يعتمد ما يقارب من 90% من السلع الأساسية لليمنيين ووصولها عبر البحر الأحمر، وبالتالي هناك تأثيرات كبيرة. طيب. وأيضا هنالك تصعيد قامت به جماعة الحوثيين، وهو استهداف الموانئ التي تصدر النفط اليمني إلى الخارج، وكان يذهب ويعود ريعه إلى العمليات الاقتصادية. هناك انهيار كبير الآن سواء في المناطق التي تتحكم بها جماعة الحوثيين وحتى المناطق الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. هنالك وضع إنساني هو الأصعب حتى هذه اللحظة، وهنالك ارتفاع كبير ومهول في الأسعار لا يمكن أن يتحمله المواطنون. ماجد، من عدن مراسلنا ياسير رضوان، شكرا جزيلا لك. إذن البنوك بالبنوك والموانئ بالموانئ، هذا كان تهديد واضح من زعيم ميليشيا الحوثي للمملكة العربية السعودية بعد مزاعمه بأن السعودية تقف خلف هذه القرارات، رغم إعلان استعدادها لدفع مرتبات الموظفين اليمنيين لمدة عام كامل. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. البنوك بالبنوك، سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل من كل الرياض وأن تذهب، هل تقبلون بهذا؟ هل تعتبرون هذا شيئا منطقيا؟ فلماذا تريدون أن تفرضوه على بلدنا؟ هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، أن تنقطع الرحلات، أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. نغوص بشكل أكبر في هذه العملية التي من شأنها أن تؤدي إلى عزل جماعة الحوثيين ماليا عن العالم الخارجي. نبدأ من أول خطوة اتخذت في هذا الصدد. البنك المركزي اليمني في عدن عمل على تطبيق قراراته التي اتخذها قبل شهرين، فبدأ بإيقاف التعامل مع البنوك التجارية الرافضة لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. في 30 مايو 2024 فوجئ الحوثيون بصدور القرار رقم 20 الذي اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات. قرار البنك المركزي اليمني دعمته جمعية الاتصالات المالية العالمية المعروفة بسويفت، والتي أنذرت بنوك صنعاء الرافضة للامتثال لتعليمات البنك المركزي في العاصمة عدن بقطع شبكة التحويلات المالية خلال أسبوع.
يأتي هذا القرار بعد تلقي سويفت طلبا رسميا من البنك المركزي اليمني في عدن بقطع خدمة سويفت عن هذه البنوك. وتشير مصادر مطلعة إلى أن القرار قد يكون مرتبطا بمخاوف تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع مناطق سيطرة الحوثيين بما في ذلك صنعاء لعقوبات دولية، مما يجعل من الصعب على البنوك في هذه المناطق إجراء معاملات مالية دولية. وسيؤدي قطع خدمة سويفت عن هذه البنوك إلى عرقلة قدرتها على إجراء التحويلات المالية الدولية. يعتقد خبراء اقتصاديون أن الإجراء العقابي للبنوك المخالفة يأتي في سياق جهود المركز اليمني المتواصلة لتعزيز سيطرته المالية على القطاع المصرفي المنقسم وإزالة المخاطر التي يفرضها الحوثيون على اقتصاد البلد وتداعيات تصنيفهم كجماعة إرهابية على التعاملات الخارجية. معنا من صنعاء الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الكريم الأنسي، ومن الرياض وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب. أهلا بضيوفي. سأبدأ بداية بالطبع مع السيد الأنسي. سيد أنسي، اليوم نحن نتحدث عن مخاطر حقيقية على العاصمة صنعاء من وراء هذا القرار الذي يحمل جانبا اقتصاديا، لكن العواقب أكبر ستكون على جماعة الحوثيين الحاكمة في صنعاء وتلك المناطق. ما التداعيات المتوقعة؟ كيف ستؤول عليه الأمور؟ أيضا هذا القرار ولو كان اقتصاديا كيف سيتقاطع مع الجانب السياسي والجانب العسكري أيضا؟ أهلا وسهلا بك ماجد وبمشاهدينك الكرام. بالتأكيد هذا القرار هو أتى في تصعيد الحرب من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية، وبالتالي صنعاء قبلتها بعد أن استنفذ السيد عبد الملك الحوثي كافة الوسائل والنصائح والتفهيم من خلال خطاباته للرياض ومن يتواجد في الرياض بألا ينجروا إلى ما تريده من تصعيد أمريكا، بالذات بعد هروب حاملات الطائرات. لكن للأسف قبل كل ذلك في تجاهل واستهتار ولعب بالأوراق الورقية أصلا، لأنها هي قرارات الشرعية التي في عدن التي نحن وكل العالم قاطبة يعلم أنها شرعية ورقية. بالتالي ستنعكس هذه الحرب من الملف العسكري وستتحول إلى الملف الاقتصادي. وفي الملف الاقتصادي كما ذكر تقريرك أن هناك إجراءات تصعيدية اتخذت ضد البنوك وضد كمان التحويلات المالية من الخارج إلى اليمن، ونحن نعلم تماما في المغتربين اليمنيين في الخليج وبالأخص السعودية، مما استفز الشعب اليمني. وهذا الاستفزاز للشعب اليمني وفي هذه الظروف عبارة أنك استفزيته في لقمة عيشه، بمعنى أنه لم يعد لديه شيء يخسره إلا هذه لقمة العيش التي كانت طيلة الفترة السابقة بتهدئة من القيادة، لأننا بدأنا بمرحلة السلام. ولكن للأسف عندما اكتشف أنه أنا أقول أنه خدع، وإنما كانت عبارة عن الجنوح للسلم، ولكن هذا سيخلق استنفار. الآن لو الكاميرا السكاي نيوز كانت في صنعاء وفي دمار وفي حجة والمحوي لتشاهد لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية هذا الحشد وهذا الخروج الكبير الملايني، لأنه يعلم تماما ولم يعد هذا الشعب العزيز الكريم يرغب بالعودة لأي فترة سابقة. ولكن إذا لابد مما بد، سواء في ملف غزة أو سواء في ملف حياة كريمة لقمة العيش، فإن الخروج سيكون طاحن، وأن المعركة القادمة ستنتقل من المرحلة العسكرية طيب. إلى الحرب الاقتصادية. والشعب اليمني ليس لديه ما يخسره أكثر مما خسره، ولكن ستكون النتائج وخيمة وكبيرة على الطرف الآخر، وهذا معروف للقاصي والجاني. دكتور نجيب، هذه الإجراءات بالطبع هي ستضيق الخناق على الحوثيين، لكن هي أيضا ستضيق الخناق على قرابة 17 مليون من الناس في اليمن، سواء في صنعاء ومناطق أخرى، هم يعتمدون على هذه البنوك، هذه الصرافات ونقل الأموال وأرسالها من الخارج إلى الداخل والعكس أيضا. لماذا هذا القرار في هذا التوقيت بالذات دكتور؟
أولا هذه القرارات والإجراءات الهدف المركزي منها هو حماية القطاع المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني من عبث الحوثية. كثير من السياسات التي اتخذتها الحوثية هددت القطاع المصرفي بالكامل، كمنعها عدم التعامل بالمعاملات الربوية، وهذا أفقد البنوك قدرتها على الاستثمار والعمل. وحوالي 4.6 مليار دولار من أموال هذه البنوك أصبحت غير قادرة على العمل، وأصبحت أشبه بالأموال المنهوبة، وبالتالي كان لابد من إنقاذ القطاع المصرفي. المسألة الأخرى هو مسألة سك العملة من قبل الحوثية، وهذه مسألة مخالفة لكل الأنظمة والقوانين والدستور، وكان جزء منها هو تخريب ونهب القطاع المصرفي ومدخرات الناس وحتى المودعين. الجميع خاسر اليوم داخل صنعاء، البنوك وصلت إلى حالة من الإفلاس، حتى عجزت عن تسليم رواتب موظفيها باستثناء بعض البنوك. المسألة الأخرى أنه هناك غسيل أموال متعددة، لا بد على البنك المركزي يريد أن يفرض رقابة حقيقية وفق القوانين المحلية والوطنية ووفق القوانين اللي بيشتغل عليها العالم وكافة البنوك. هذه الرقابة لا بد أن تكون، وبالتالي لا بد أن يلتزم كافة البنوك وحتى الصرافين جميعهم بلا استثناء بقانون البنك المركزي، وهذه الإجراءات هي إجراءات علاجية للإنقاذ والمعالجة، وأيضا ضبط مسألة غسل الأموال. لكن دكتور نجيب، هذا الحديث الحوثية لأموال الناس فيما يخص التحويلات، نعم هذا الحديث لو كان بدون حرب. هناك حرب لأكثر من 10 سنوات، أكثر اليمنيين تحت مستوى خط الفقر. هذه الإجراءات لا تعتقد ستنعكس إنسانيا بشكل متعب جدا على اليمنيين؟ أساسا هذا مستوى الفقر ليس فقط في مناطق صنعاء كما قال مراسلنا قبل قليل، حتى في مناطق الشرعية. هو صحيح، لكن الإجراءات الحوثية المتعددة هي من تعيق مسألة الاقتصاد الوطني، هي تجري حرب شاملة وكاملة اقتصادية ضد الحوثية وضد القطاع المصرفي وضد أيضا رجال المال والأعمال والقطاع الخاص، والجميع يشتكي من هذا الأمر. جميع البنوك التي تم إيقاف التعامل معها هي تريد أن تنتقل إلى عدن، وكل ودائعها وما لديها من أموال سيتم حمايتها، وهنا والبنك المركزي ملتزم بذلك. القصة أن الحوثية هددتهم بأنها ستحول ليس البنوك بل حتى كافة ممتلكات البيوت التجارية إلى الحارس القضائي باعتبارهم خونة، ويتعاملوا مع البنك المركزي الشرعي الذي يعترف به العالم. فيما يخص التحويلات، هذه التحويلات لم تتوقف أبدا وما زالت مستمرة، وهناك أكثر من 20 بنك وأكثر من آلاف محلات الصرافة وتشتغل، وستر يونيون شغال في العالم كله باتجاه اليمن، وبالتالي التحويلات لن تتوقف. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، بل أن التحويلات مستمرة ولكن لا تتم عبر الإجراءات التي يحددها البنك المركزي، وهي حالة رقابة لضبط هذه الأموال والرقابة عليها دون التأثير على المواطنين ودون التأثير على القطاع الخاص. طيب، ولا على البنوك، هي حالة إجرائية للضبط والرقابة ليس إلا. والحوثي دكتور نجيب، دعني أعطي الفرصة أيضا للسيد عبد الكريم الأنسي. سيد عبد الكريم، ما خيارات البنوك الآن في صنعاء؟ ما خيارات الناس في صنعاء؟ والأكثر تحديدا، ما خيارات جماعة الحوثي؟ هي هددت المملكة العربية السعودية، قالت هي تقف وراء هذه الإجراءات، حتى بعض التغريدات من جانب جماعة الحوثي قالت بأنه يأتي بإعازة أمريكية أو ضغط أمريكي. ماذا يعني ذلك بالنسبة للناس وبالنسبة لجماعة الحوثي إذا ما تحقق بشكل كامل؟ أن يأتي هذه القرارات بهذه الفترة بالذات وبعد أن خضنا 9 سنوات حرب مباشرة وحرب ضروس قصروها تماما، يعلم الشعب اليمني أن هذه القرارات تأتي بهذه الفترة نتيجة الموقف اليمني من غزة. هذا ما هو في الشارع العام، وتطالعه كل التحليلات وتنقله كل الوسائل الإعلامية، وتلاقي أن اليمني يتعصب. بدل ما استفزته هذه القرارات مرة، استفزته مرتين، استفزته لأنه يدافع
هكذا فهمها تماما عن عروبته في موقفه من غزة، وأن أمريكا تضغط بالذات بعد هروب الحاملات الطائرات الكبيرة. ونحن نعلم تماما أن أمريكا بعد أن أدارت ظهرها للرياض كليا ولعبت فيها طيلة هذه الفترة، حينما جاءت كان هناك توجيهات ونصائح وإنذارات من السيد للأخوة في الرياض بأن لا ينجروا وأن يستفيدوا من التجارب السابقة، لكن للأسف الشديد هو يصر على أن هذه إجراءات الحكومة اليمنية. طيب يا سيدي، هل أين كانت هذه الحكومة عندما كان صالح الجواني يؤجر الموانئ والمطارات لتركيا دون علم القيادة أو الرئاسة أو ما تسمى بالحكومة؟ أين كانت هذه الحكومة عندما كان علي محسن ينهب مشتقات النفط من شبوة ومع الجنرالات؟ طيب، لكن سيد عبد الكريم، أين هي؟ دعني من الحكومة الآن، أنا أريد أن أتحدث عن أيضا جماعة الحوثي. إذا ما تم تحقيق هذه الإجراءات المصرفية، ما الذي سيفعله؟ يعني سيكون في مأزق، لكن هل سينتقل إلى الجانب العسكري؟ أجبني هنا. بالتأكيد سينتقل مباشرة إلى الجانب العسكري، ونحن نعلم الخطاب الذي قاله وكيف كانت كلماته، والشعب يعيها تماما. يعني حدة كلمات السيد عبد الملك بدر الدين يعيها الشعب ويعيها الرياض ويعيها منظمة الشرعية تماما، أنها ستنفذ مباشرة سواء تأخرت أو تأجلت، سواء ستبدأ بمحاصرة الموانئ للسعودية وما تقوم به الآن اليمن من دور من تنظيف السفن الأمريكية والإسرائيلية، لا شك أنها ستشمل إذا استمرت هذا الصلف وهذا العنف وهذا الحرب إلى السفن التي تتجه إلى موانئ الرياض أو موانئ السعودية. تليها مرة أخرى خط واحد، قلت لك لو من راس التنورة إلى بقيق، هذا الخط إذا ضرب لوحده، قلت لك الشعب اليمني ليس لديه ما يخسره، هناك من سيخسر الكثير، هناك 100 مليار أو 1000 مليار تحدث عنها في الرؤية ستنضرب، هناك أسواق مالية وبورصة وتعاملات إلكترونية ستنهار مباشرة. سيد عبد الكريم، سأعود معك لكن سأذهب للدكتور نجيب. دكتور نجيب، الآن الجانب الحوثي يتهم المملكة في هذه الإجراءات، بينما أنتم كحكومة تقولون أن هذا بمعزل من أي تأثير، لا من المملكة ولا حتى من الولايات المتحدة أو أي طرف. هل هذه قرارات يمنية خالصة من الحكومة، أم أنها تأتي يعني مثلا نصيحة من الجانب السعودي أو حتى بضغط أمريكي؟ أولا، هذه القرارات لا علاقة لها أبدا حتى بالصراع الإقليمي أو الدولي، ولا لها على ولم تكن هناك أي توجيهات من أي طرف آخر، بل على العكس من ذلك، الآن المبعوث الأممي يمارس ضغوط كبيرة على الشرعية لإيقاف هذه الإجراءات، وهذه معلومة مؤكدة. القصة ليست كما يتخيلها الحوثي، البنك المركزي يشتغل بالقانون، يعني ليس لديها أي بعد سياسي دكتور؟ أبدا بالمطلق، بل أن البنك المركزي حتى اللحظة يخاف من مسألة توظيف الصراع السياسي لإيقاف أو تأجيل أعماله. البنك المركزي يشتغل وفق القوانين والأنظمة واللوائح، ولا له علاقة أبدا بالصراع السياسي، لا الصراع السياسي الداخلي ولا الصراع السياسي الحاصل في المنطقة، ولا في أي توجيهات من أي طرف. هؤلاء مختصين محايدين يشتغلوا وفق القوانين، يراقبوا العمل المصرفي، يراقبوا الاقتصاد الوطني، هم يقوموا بوظيفتهم وهي عمل إجباري. صبر البنك المركزي كثيرا وكان لديه مرونة في التعامل مع الحوثية، في التعامل مع البنوك، لكن الحوثية تجاوزت الخطوط الحمراء، وبالتالي إذا هذا البنك وموظفي البنك ومحافظ البنك لم يتخذوا مثل هذه الإجراءات فأنهم يخونوا وظيفتهم ولا يقوموا بمسؤوليتهم كمحايدين كمختصين. طيب. وأيضا المسألة الوطنية،
يعني البلاد والقطاع المصرفي كله عليهم أن يحموا البنوك، أن يحموا ودائع الناس، أن يحموا الاقتصاد الوطني، هذه وظيفتهم الأساسية، وأن يكونوا حالة رقابة حقيقية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومسألة سيد عبد الكريم. النهب المنظم الذي يجري الحوثي في السوق السوداء، لا بد من الاقتصاد الرسمي أن يشتغل وضرب كل مرتكزات السوق السوداء. سيد عبد الكريم أختم معك، ما ردك طبعا على حديث الدكتور نجيب؟ وأيضا البعض يقول إذا ما تم يعني يتم خلال السنوات الماضية إدخال أسلحة وصواريخ إلى اليمن، أيضا سيتم إدخال وتهريب الدولار، ما هو ردك الآن؟ أولا ردي بإدخال الدولار سهل جدا يا سيدي، تمام، يعني ليست هناك مشكلة، وهذه الشماعة الذين هم يعملوها فعلا كما قال الدكتور نجيب أن قيادة البنك المركزي وما نشر لهم هم فعلا خونة، خونة لأنهم لم يقوموا بإلزام كافة الرؤوس السبعة بإيرادات إلى البنك المركزي. هل يستطيع أن يجعل مأرب الذي إيرادتها توصل للبنك الأهلي للرياض ولا توصل للبنك المركزي؟ هل يستطيع أن كافة السبعة الرؤوس حساباتهم في البنك المركزي؟ يا سيدي الكلام الفاضي هذا، نحن نعلم أن كل واحد من هؤلاء السبعة لديه بنوك ولديه صرافين ولديه جيش ولديه إعلام، وكل واحد لا يثق بالآخر، وكل واحد يقول الآخر تقدم أنت لا تخبي أنت. فأعتقد أن فعلا إذا كان هناك بنك مركزي حقيقي، أين هي عشرات المليارات الدولارات التي جاءت من أصدقاء اليمن دول المانحة؟ أنا انتهى وقتي سيد عبد الكريم، والأشياء الكبيرة كل هذا كلام فاضي يعني، ونعلم أعطيناكم الفرصة. شكرا جزيلا لكم من صنعاء الكاتب والباحث السياسي عبد الكريم الأنسي، من الرياض وكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور نجيب غلاب، شكرا جزيلا لكم.